والعكس تماماً وقع مع زينة الدودية التي رفضت أدوار كثيرة لتصبح ممثلة. فشو السبب؟ تمثيل ما نقدرش نوعدك لان تعرضوا عليا بزاف ديال العروض وزمان يعني على ليبوك تعرضوا عليا ورفضت لانه بعادين على الدور ديالي في حياتي وشخصيتي. وهذا الشيء رغم ان الدوديه مثلت في كليباتها ولكن قالت لنا انها تقدر تمثل في حاله خاصه. جاني الدور كفنانه غادي نشارك به، ما جانيش ما نقدرش لان ما عنديش هذه الموهبه بصراحه بكل صراحه. بالإضافة قالت لنا الدوجية أنها غادي دير ديو مع فنان مصري. بالنسبة لي أنا كاجتهاد مشيت لمصر. فمن بعد ما غنت باللهجة المصرية فالظاهر أن الدوجية أصبحت تأتيها عروض. اتصل بي إسام كريكا وقال لي غادي راه عندك طلبات ديال ديو مع شحم واحد، اختاري اسم منهم محمود ليسي لأنه ما شاء الله غزال وكيحمقني وكيعجبني. ليلى 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 ليلى. وهي سعيدة بالمحبة اللي تلقتها من الجمهور المصري. المصريين كلهم رحبوا بيا، كنشكرهم من هذا المنبر لأن احنا خوت وخاوة وكذلك هذا هو بيتهم الثاني هو المغرب.